السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي في درس جديد على قناتكم بيكس أرت بالعربي. اليوم إن شاء الله سنقوم بعمل هذين التصميمين إن شاء الله طريقة إلى إعجابكم. حسنا، لننتقل سريعا إلى تطبيق بيكس أرت لنتعرف على طريقة التصميم. سنقوم أولا بعمل هذا التصميم، فبعد الدخول إلى تطبيق بيكس أرت ننزل للأسفل، سنجد خلفيات ملونة، نختار أي لون نريده، اختر اللون المفضل لديك، مثلا نختار اللون البرتقالي، وبعد اختيار لون الخلفية نذهب للرسم، نضغط على هذه الأيقونة، نختار صورة ونقوم بإضافة هذه الصورة. بالطبع جميع الملحقات يمكنك تحميلها من أول رابط في الوصف كالعادة. نضعها بهذا الشكل، ومن ثم ندخل إلى الطبقات ونضغط على عادية ونختار إكس أور. بعد ذلك ندمج الطبقتين معا عن طريق الضغط على الثلاث نقاط ونختار دمج. ننشئ طبقة فارغة وننزل بها للأسفل بهذا الشكل. بعد ذلك نضغط على هذه الأيقونة، نختار صورة ونقوم بإضافة الصورة الشخصية. بعد ذلك ندخل إلى الطبقات ونذهب للطبقة التي بالأعلى، ومن ثم نضغط على أيقونة الأشكال ونختار شكل المربع ونجعل الحجم 10 ونضغط موافق. ونسحب بهذا الشكل سيظهر لنا مربع، نضعه بهذه الطريقة، نضع مربع آخر، ندوره قليلا ونضعه بهذا الشكل، نضيف صورة الطيور، نضعها هكذا، وبذلك نكون انتهينا من التصميم الأول. نضغط على الثلاث نقاط ونحفظ الصورة. لننتقل الآن إلى عمل التصميم الثاني. أولا نختار الصورة الشخصية، ومن ثم نقوم بقصها عن طريق الذهاب إلى قطع. نحدد بهذا الشكل حول الصورة الشخصية، ونضغط على هذا السهم الموجود بالأعلى حتى يقوم التطبيق بتحديد الصورة بالكامل. هنا غالبا ستجد مناطق لم تحدد، نضغط على الفرشاة ونقوم بتحديد هذه المناطق بهذا الشكل. أيضا يوجد مناطق محددة لا نريدها، نضغط على أيقونة المسح ونقوم بحذفها، فقط نصغر الحجم قليلا ليسهل علينا المسح. وبعد الانتهاء من ذلك نضغط على حفظ. بعد قص الصورة نتوجه إلى التأثيرات، ندخل إلى قسم سحر ونختار تأثير ويسبي، نضغط عليه من جديد لضبط الإعدادات، نعلم على الثلاث نقاط ونجعل التضاؤل بنسبة 85، ومن ثم نضغط على أيقونة دمج التأثيرات الموجودة بالأعلى كي نضيف تأثير آخر، نختار تأثير Undead وأيضا نعلم على الثلاث نقاط ونجعل التضاؤل 85. نضغط مجددا على أيقونة دمج التأثيرات ونختار تأثير نيو بوب ونجعل التضاؤل 85 بدون التعليم على الثلاث نقاط. نضغط صح ونحفظ الصورة. نرجع للخلف وأيضا نختار خلفية من الخلفيات الموجودة بالأسفل
نذهب للرسم ونضغط على هذه الأيقونة، نختار صورة ونقوم بإضافة هذه الصورة البي ان جي. كما قلت يمكنك تحميل جميع الملحقات من أول رابط في الوصف. نضع بهذا الشكل ومن ثم ندخل إلى الطبقات ونضغط على عادي ونختار اكس اور وندمج الطبقتين معا عن طريق الضغط على الثلاث نقاط ونختار دمج. ننشئ طبقة فارغة وننزل بها للأسفل، هي تعتبر نفس طريقة التصميم الأول. نضغط على هذه الأيقونة ونختار صورة ونقوم بإضافة الصورة التي وضعنا عليها التأثيرات، نكبرها ونضعها بهذا الشكل مع مراعاة ترك جزء صغير من الرأس خارج المنطقة الشفافة. ننسخ طبقة الصورة الشخصية عن طريق الضغط على الثلاث نقاط ونختار نسخ، ستظهر معنا الصورة بشكل كامل. نضغط على أيقونة المسح ونبدأ بمسح الطرف السفلي بهذا الشكل. ندخل بعد ذلك إلى الطبقات وننشئ طبقة فارغة، ننزل بها للأسفل حتى نلون الجزء الشفاف من الصورة. نضغط على الفرشاة وندخل للألوان ونختار مثلا هذا اللون ونبدأ بتلوين هذا الجزء الغير ملون. وبذلك نكون انتهينا من التصميم الثاني. نضغط على الثلاث نقاط ونقوم بحفظ الصورة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء في تصاميم جديدة إن شاء الله.